نتحدث عن بعض ما جاء في القرآن من خطورة الشيطان. متى ما أتت وسوسة لك فالجأ إلى الله بالاستعاذة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولذلك أتت هذه الآية بعد ذكر آية الأخلاق، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. في سورة فصلت: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، إلى أن قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فالقول الحسن يبعد الشيطان، ولذلك لا يتلفظ الإنسان إلا باللفظ الحسن مع الكفار ومع المسلمين. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.